الإعلام نجح بإعلامه لشبابه وشاباته، للمخضرمين منهم الذين وقفوا في وجه المؤامرة والذين دافعوا بمسالة، بعضهم استشهد، بعضهم خسر حياته، بعضهم تعرض لاعتداءات كثيرة ونعرف ذلك. نعم، الإعلام السوري نجح بالإمكانات التي لديه في مواجهة واقع الإعلام ودور الإعلامي في تغييره. عنوان الجلسة الحوارية التي أقامتها جامعة دمشق مع الإعلامي والوزير اللبناني السابق جورج قرداحي بدعوة من وزارة التعليم العالي وبمشاركة صحفيين وطلاب في كلية الإعلام على مدرج جامعة دمشق. لقاء غني جدا في رحاب جامعة دمشق مع الأستاذ جورج قرداحي. حقيقة هو كان حضوره آسر مثل ما هو دائما شاغل قلوب المشاهدين بالوطن العربي. اليوم فعلا كان هذا الحضور الجميل، قدم معلومات جميلة جدا أفادت طلابنا فعلا، وأنا كنت متابع وبدقة لكل حرف. عمل خلاصة خبرته المهنية خلال سنوات إعلامية طويلة، قدمها بشكل كتير سلس وجميل لطلابنا، وكان في نوع من التفاعل جميل جدا حقيقة، ونتمنى تتكرر مثل هاللقاءات. مثل ما منعتز بمواقفه السياسية للأستاذ جورج قرداحي، منعتز أيضا بخبرته المهنية الإعلامية الجميلة فعلا اللي زود فيها طلابنا. حوار اليوم مع ضيف كلية الإعلام وجامعة دمشق جورج الإعلامي جورج قرداحي هو اللي مد جسر التواصل وتبادل الخبرات بين الجيل الذي مارس واكتسب خبرة كبيرة وبين طلابنا في كلية الإعلام الذين على أولى مقاعدهم الدراسية، أولى خطواتهم في عالم المهنية. هذا التواصل مهم لنقل الخبرات، فهي جزء من العملية التأهيلية والتدريبية لطلاب كلية الإعلام. الأستاذ جورج كتير عطانا معلومات وفوائد من كاريزما، من قوة شخصية، من كيف نكون عنا ثقافة عالية، فهو جاوب على أسئلة الطلاب اللي يعني إحنا كلياتنا إنه بتخطر ببالنا نحنا شو لازم نعمل بهيك، أو يعني هو حدا عن جد قدوة، هو حدا نحنا كتير كنا فرحانين لما اللي هو إنه عم يحكي إنه نحنا شفنا هذا الإنسان كتير قدوة بالنسبة لنا. إنه المتوج بجائزة القلوب وليس مجرد سفير أممي أو رسمي، إنه سفير الثقافة العربية، سفير القلوب وقدوة لطلاب الإعلام. الجلسة تضمنت عرض برومو قصير عن حياة جورج قرداحي المهنية، إضافة إلى حوار مع طلاب كلية الإعلام عن دور وسائل الإعلام والإعلاميين في إيصال رسالة الحق وصورة الحقيقة، خطوة هامة تأتي ضمن مساعي جامعة دمشق في تزويد طلابها بالخبرات المهنية اللازمة وكيفية التعامل معها ضمن سوق العمل بأنواعه.